انا عن نفسي يعني مش مصدق. انتوا مصدقين؟ شوفوا سهير زكي بعد كام سنه. قولي ولا كده مستخبيه عننا؟ انا من حوالي بس 92 92 ما طلعتيش. ما طلعتش يعني حوالي 10 سنين. تقولي ايه لجمهورك اللي هو يعني مشتاق جدا جدا يسمع اي حاجه عن سهير زكي؟ والله عايز اقول لهم كل سنه وهم طيبين، وانتوا وحشوني قوي قوي قوي، المشاهدين في البيوت وحشوني قوي، والجمهور كله وحشني قوي، وانا بشكر البرنامج ان رجعني تاني ليكم عشان اشوفكم، وكل سنه وانتم طيبين وحشوني. فاجئتي كان النهارده بمزيكه انت عمري؟ طبعا. ها؟ طبعا. حسيتي بايه بقى ساعتها لما اشتغلت؟ والله انا مزيكه انت عمري ديت يعني ايه، بحس بيها بدء مرحله نقله في حياتي بالنسبه للحياه الفنيه بتاعتي. شهرتي يعني بقت واسعه اكتر من اللازم يعني. بعد ما رقصت على ام كلثوم. وبعدين دخلت في مشكله برضه، يعني فكرتيني بمشكله برضه. لان ايه، انا اوتوماتيك كده، فعجبني المقدمه بتاعه الموسيقار استاذ عبد الوهاب، لانه اول مره كانت ام كلثوم تعمل ايه، كانت دايما يعني المزيكا لازمه كده وتغني على طول. فعبد الوهاب جه راح عامل حاجه جديده، عمل لازمه بتاعت 4 دقائق او 5 دقائق انت عمري الاول، استعراض للفرقه بتاعتها. وكل سولوهات، كل واحد بيقول سولو سولو سولو. فحسيت ان المزيكا حلوه ممكن تتاخد كده المقدمه تترقص عليها. واذا كان في حاجه جوه في الاغاني فيها يعني دلع، ممكن يعني امنتج واحطه كده يعني. فاخدت لعبتي كمان في المزيكا. ما دي مشكل. المهم ان انا اخدت المزيكا ورقصت عليه، فطبعا ام كلثوم طبعا يعني حصل لها نوع من الذهول. الاستاذ حسنين هيك الكاتب العظيم شافني، فزي ما تقول قال لحد عبد الوهاب او اي حد، فطبعا وصل لها الكلام، قالت ده ما حدش يجرؤ يقول مزيكتي ولا يغني ولا يقلدني ولا يقول حاجه، ايه دي مين دي؟ يعني ازاي؟ واتشالت السماعه وكلمت الاستاذ عبد الوهاب، قالت له روح شوف لي البنت بشعر طويل دي اللي بيقولوا عليها دي اللي كانوا مسمينكم بشعر طويل. يعني قبل ما عرفوني قوي، لان انا اكتشفني التلفزيون حوالي كده يعني بعد ما 63 جابوني من اسكندريه يعني اساسا يعني. فشوف لي ايه الموضوع، ووقفوها مش ممكن ما تشتغلش. فعبد الوهاب قال لها طب يا ست يعني ايه، استني طب اروح اشوفها، لان هم بيقولوا البنت بتأدي كويس جدا يعني. قالت له روح شوفها وقول لها ما تقف ما تشتغلش، وما لا تصور لا تلفزيون ولا سينما ولا الكلام ده ولا المهم. راح في المكان اللي كنت بشتغل فيه، وقبل ما اخش ب5 دقائق هو كان داخل المكان. شفتيه؟ لا ما شفتوش. هو نبه عليهم، قال لهم ما حدش يقول لها ان عبد الوهاب هنا بيتفرج عليك. فانا فعلا ما حدش بلغني. طلعت انا بقى قلت بقى الشباب بتوعي والناس بقى، ايوه يا ست وبتاع، قلت يا خبر كمان يا ست، يعني بقى ايه يعني اللقب بتاع الست بقى بيقولوا لي انا بقى مقسم تقسيمه حلوه او شغل جميل او باحساس عالي قوي. فايه يعني، لان المزيكا مش ممكن هتقول ايه واحده تغني، انما واحده ترقص على اغاني ام كلثوم صعب قوي، الا اذا يعني محدش يجرؤ ابدا يجرؤ. وبعدين الامكانيات الفنيه لازم تبقى، عشان تترجم المزيكا ديت لازم يبقى في ودن موسيقيه عاليه جدا. انت مشهوره بودنك الموسيقي. الاستاذ عبد الوهاب طبعا. المهم راح قال لها ايه، قال لها ست انت حد يعني سعادتك بتغني بصوتك والبنت دي بتغني بجسمها، فاحنا انت لو شفتيها مش هتقدري تقولي لا. المهم يعني هو اقتنع، هو اقتنع نمره واحد. هي ما يعني برضو ايه كانت يعني. فالمهم كان في احد الحفلات اتعملت خصيصا، وقالت لهم انا عايزه اشوفها اتفرج عليها، كان في احد البيوت يعني مش في اماكن عامه يعني. فبعدين انا رحت برضو ما قالوليش ان هي موجوده، انت هتروحي هنا عندنا حفله، كنت انا بتجوز اولاد العيله دي ومعروفه يعني وكده. قلت لهم حضر يا فندم وبتاع، رحت ودخلت، فببص كده لقيت ام كلثوم قاعده في الوش، يعني ايه يعني انا لو هقف كده هي هتبقى قدامي كده. دخلت للفرقه قلت لهم يا خبر ابيض، ام كلثوم مش ممكن قاعده في بره. قالوا لي يا نهار ابيض مش ممكن. ماسكين بقى طبعا الدوزان
حاجه اسمها الدوزان، لازم يعني ايه يبقى زي الحرير يعني، عشان طبعا لو حد نشز ولا حاجه هيتهزق وهيطلع عينه يعني. المهم طلعنا اشتغلنا، وطبعا انا قلبي بقى على طول تك 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 تك، ما اكذبش عليك يعني مرعوبه قلبي ده على طول بيدق، يا ترى هادي يا ترى هادي الاحساس اللي يعني اللي هي تقتنع او تقول ممكن تمنعني او كده. بعد انا ما حققت نجاح حسيت ان انا يعني زي حضرتك دلوقتي الافلام بقى اللي بتفرقع وتجيب كام مليون والكلام ده كله، انا بعد ما عملت انت عمري ده يعني كميه العمل كانت مفاجاه للناس، ان حد يغني يرقص على اغاني ام كلثوم، وكانت ناس تيجي يعني ايه يعني مثلا ناس تقول لي ناس فما يصدقوش وبييجوا يقولوا طب والله لان احنا يوم الخميس جايين وشايفانا بتكلموا جد، يقولوا والله تعالوا بس اتفرجوا عليا ده بيبقى شيء ما حصلش مش المهم. الست قعدت اتفرجت علينا، وبعد ما خلصنا دخلت قالت لي مبروك. انا ما كنتش مصدقه محمد عبد الوهاب بدون احراج. بعد سهير زكي جت واحده ترقص على مزيكه ام كلثوم؟ لا تاني؟ لا 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 بنفس الاحساس ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش يعني الاقي حاجه ممكن تقسم عليها بالراحه قوي كده وتبقى يعني بتقول باحساس عالي كده، الاقي بترعش كده واقفه تعمل رعشه طب الموسيقى بتقول لازمه ناعمه جدا ممكن تقوليها بايديكي بوسطك يعني احساس بقى عالي يعني اللي هو الايه واقفين يرعشوا كده الرعشه حاجه وانك انت تقول لازمه موسيقيه مع الكمانجات مع يعني هارموني في حته ام كلثوم دي ما حدش قدها زيك. لا ما بشهاده يعني ام كلثوم نفسها والاستاذ عبد الوهاب وكل اللي شافني يعني الناس، واحسان عبد القدوس كتب عني، واستاذ هيكل كان دايما يجي يتفرج عليا الكاتب العظيم الصحفي العظيم، فيعني انا خدت اعجاب الناس. نجيب محفوظ مثلا خدوا حديث معاه في الاذاعه مره في صوت العرب، قالوا مين بيعجبك في يعني تحب ايه لما تبقى متضايق او عايز تفرفش نفسك؟ قال لهم انا بحب البنت ام شعر طويل دي اللي اسمها سوير زكي ما تغني ما ترقص على ام كلثوم متقسم، او الشوايه البلدي بتاع الاكورديون لان انا عاشقه الاكورديون، احب قوي الرقص البلدي على الاكورديون اللي هو يعني تا لا 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 لام تارام تارارا حاجات اللي ايه اللي فيها عاوز اسمعها كده كويس التكات عاوز اسمعها تعملها ازاي؟ لا بعملها يعني بعملها بجسمي وبص يعني بقسم. لا نسمعها طب بصوت دلوقتي تا لا 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 لام تارام تا لا 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 لام تارام تا 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 تارارارارارا كده يعني. كلمينا عن الحفلات الخيرية والحفلات اللي عملتيها لل في النادي الأهلي، كان مرة خد الكاس والدوري مع بعض، عملت لهم حفلة طب الزمالك يزعل الطبق بقى اللي أنت شفته حضرتك إهداء للفنانة. فأنا إيه شوف بقى حتة اللقمة بتاعتي بقى أنا إيه أنا زملكاوية كمان، بس أنا دلوقتي ما بتفرجش على كورة عموما يعني، ما ده كان زمان كنت بروح الملاعب يعني أروح الملعب أتفرج يعني فايه يجي بقى النادي الزمالك يعمل حفله اعمل بدله بيضة، يجي بقى انا ليه جمهور ما هم مقدرش بيحبوني النادي الاهلي يجي يعمل الحفله او ما انا اعمل ايه بدله حمراء وبقيت ايه بقى ايه والحفله دي مذاعه على الهواء في التلفزيون يعني كان بتفرحيهم مش ناس كسبوا بتفرحيهم وبعدين هم ما لهمش دعوه ان انا هم بيحبوني انا زملكاويه اهلاويه بيحبوني قالوا احنا مالناش دعوه انت معانا وانت احنا بنحب طب وانا بحبكم انا كمان يعني انا يعني فعلا. ولما كانوا يلتقوا مع بعض بقى المباراه الجميله الكابتن لطيف بقى الله يرحمه بقى التعليقات بقى اللي كان ايه يقول الكوره يقول لها ايه يا شيخ اخش بقى يعني ايه تعرف يتكلم مع الكوره مش مع اللعيبه يا شيخ اخش بقى اعملي الشبكه ما اعرفش كنت احبه قوي الله يرحمه. متابعه الجيل الحالي بقى ده في عبده ودينا ولوسي ومين تاني؟ يعني طبعا في رقيش شرقيه جميله طبعا والعصايه والجلابيه ولها حضور ويعني بنت بلد لها حضور يعني وضحكتها وحتى لما بتغني صوتها مش بطال يعني فيها الامكانيات كلها اللي ممكن تبقى يعني ايه تعمل جو في المسرح يعني.
رغم ان هي قالت انها هي دلوقتي انها كلبات ما عادش ترقص فيها. قالت لي طبعا هي استكفت بالمسرح، قالت لي انا استكفيت. كلمتني قالت لي انا سوره استكفيت بقى بالمسرح والسينما. قلت لها والله خير ما عملتي. قالت يعني الجو كده، ولقيت بقى الاجانب والبتاع وما اعرفش ايه اختي ومش يا اختي، وقعدنا بقى نهزر. بس طبعا ودينا برضو ظريفه مش بطاله، حلوه مجتهده، يعني حصل تحسن فيها احسن ما بدات يعني. يعني الزهر هي بتاخد خبره، بس طبعا انا ليا تعليق البدل اللي بتلبسها بس يعني. يعني لازم يعني تعتز بالبدله، مش شرقي قوي يعني، بقى بالشرقي يعني الميكروجيب ده شرقي مودرن. الميكروجيب ده مش هو يعني بيجي البدله الشرقيه يعني. لان لازم تلبس تعتز بالبدله. كنا زمان الشيفون والحاجات الساتانيه طويله جدا ويا دوب مفتوحه كده لطشه كده يعني. طب ايه مش شرقي خالص. نتكلم بقى بالحق يعني. لا بالحق لا مش شرقي، قصدي تقولي كده. لا شرقي لا. بس هي طبعا راقصه واخت صديقه وجميله وحبه، بتعمل مسرحيات وبتعمل فوازير وبتعمل ما شاء الله طبعا. يعني هي عندها عده مواهب يعني، بتعمل مسرح والسينما. عملت فيلم ابن عز مع علاء ولا دينا خير حلو. بتعمل مسرح وسينما وبتشتغل في ال يا دينا. بس احنا رجاء بس كده عاوزين بدله شرقي. ما يبقاش كله مودرن. انا بشوف ان احسن واحده لبست بدله الرقص الاورينتال هي سهير زكي. وما ينفعش البس يا سهير، انا بكلفك ما ينفعش البس، لانك انت احلى واحده على احلى واحده في الشكل ده. ماشي كده. لانها ما شاء الله هي ذكيه جدا. وبتدرس كمان، وبلغ ان هي يعني داخله في الماجستير. خلصت الجامعه وبتعمل ماجستير. ولا بحيي فيها طبعا الذكاء الشديد جدا، انها جامعه كل ده مع بعضه. وما شاء الله جابت علي، افتكر علي ما شاء الله زي القمر. وريتني صورته، دي خايفه تطلعه. كنا في برنامج وانا وهي، وريتني صورته بقى، لقيتها بقى ما شاء الله زي القمر. الله اكبر، ربنا يحفظه لها يعني. فقالت لي انا مخبياه. قلت لها خلاص خليه. انا برضو لما جبت حماده كده محمد ابني، فبرضو بقيت اخبيه. المصورين عايزين يعملوا مواضيع ويصوروه فين، لما بقى قد كده يعني بدا يمشي بقى يعني. ماشي. رحت بقى كل اسبوع تلاقي صوري انا وحماده في كل المجلات الاسبوعيه والجرايد، واخبار وعمل ايه وبتاع والكلام ده كله. بس انت اتجوزتي بدري؟ والله. وده يعني ده سبب ان انت تتجوزي بدري، تبعدي عن المشاكل والاشاعات وان يبقى في حد. يعني ليه بقى بدات طبعا بقى الاقي بقى المعجبين كتروا جدا. فقلت بقى ايه يعني ايه، عملت فيلم وقابلت فيه استاذ محمد عمار جوزي، كان خريج مع السينما لسه اول فنان برضو. مدير تصوير هو دلوقتي، وبرضه يعني بيعمل حاجات كتيره يعني، وبيشتغل في كل المجالات الفنيه يعني. فاهو حصل نصيب بقى، حبيتوا بعض، حبينا بعض. فطبعا يعني حصل ايه، رفض من الطرفين، من عندي ومن عنده ومن عند اهله يعني. هم عنده رفضوا وانت عندك رفضوا. طب هم رفضوا ليه وانت رفضتي ليه؟ يعني عايزين نفهم. يعني ماما قالت لي مثلا، هو بابا مثلا يعني انت لسه بدء حياتك، انت عندك 21 سنه، عندك مستقبل لسه قدامك. ويا دوب انت يعني مسمعه مع الناس ولسه بنقول يعني، يعني بداتي اهو والافلام وبتاع، بدانا والتلفزيون فيعني استني شويه، مش مشكله وكده. قلت لهم لا، برضه بالنسبه لمحمد برضه في البيت، طب استنى شويه يا ابني، انت لسه متخرج، طب ما اعرفش ايه، طب ما تشوفه ممثله يعني، خلاص حبكت راقصه يعني. عارف حضرتك يعني كده. فالمهم الايام اثبتت. بس القلب وما يريد بقى هنعمل ايه؟ القلب وما يريد. القلب وما يريد والله فعلا. والايام اثبتت للعائلتين يعني ان انت ست كويسه قوي، وهو برضه طيب وكويس والحمد لله. بقى دلوقتي يعني اهلك حبوه بعد كده؟ طب واهله هو حبوكي؟ قوي قوي، ما عندكش فكره يعني. ويوماتي يسالوا عليا بالتليفون ويعزموني، وانا اروح عندهم ويجوا عندنا. انما انت كان مثلك الاعلى مين بقى في اللي قبليكي؟ انا كنت احب طبعا. بتحبي مين يعني كنت؟ في الرقص يعني. بتحبي مين؟ يعني انا كنت احب نعيمه عاكف مثلا، تحيا كاريوكا، ساميه جمال. تستغرب قوي لو انا حبيت فيروز قوي اول ما طلعت. فيروز الصغيره. بنبارك لها لان هي خدت برضو تكريم السنه دي. انا بقول لها الف الف مبروك، والله تستاهلي يعني اكتر من كده نحقيقة، عشان احنا كلنا كنا بنحبها برضو. يعني
حقيقة معجزة ومتكررتش. وتستاهل انها طبعا تاخد جايزه، وكانت من زمان، مش يعني المفروض تاخدها من زمان. فكنت بقى اروح افلام، وبعدين قلت ايه، عندي صوره قصه شعري عملت قصه زيها كده تشوفني تقول عليها فيروز بالظبط. انت فيك شبه منها وهي صغيره برضه. والله يعني انا نسيت اجيب لحضرتك الصوره، قصه شعري كده زيها، لو شفتني هتقول فيروز. شعري بقى كان ليس قوي كده. طب بتغني ايه فيروز وانت حبيتيه بقى؟ لا انا كنت بحبها، كانت بترقص لما الفيلم اللي قلدت فيه كل الرقصات. يا خرابي ده مش ممكن. قلدت كل، حتى بديع مصابني الشامية اللي هي يعني مخرجه بقى كل الرقصات. هي كانت معجزه برضو. هي كانت معجزه. وكانت بقى ايه، على قد ما صوتها كان مسرسع برضو بتأدي. بتأدي برضو يعني. فكانت ايه، وتلبس جلابيه بلدي وتقلد شكوك وعبد المطلب، يعني ما شاء الله يعني حقيقي. يا ريتني الاقي يعني دي برضو مش هتتكرر يعني. لا طبعا. يعني في فنانين مش هيتكرروا. كان يعني عندك منافسه جامده جدا مع نجوى فؤاد. طبعا. كنت انتوا الاثنين يعني، انت جيتي من اسكندريه عليها هنا. انا جيت عليها. جيت عليها، وكان في راقصه ثانيه اسمها نهد صبري. نهد صبري. فانا جيت طبعا حصل تنافس شديد جدا ما بيني وما بينها يعني. في درجه مره. بس كان كل واحده لها ستايل فيكم. كان في مسرح البالون اول ما اتعمل، صوت العرب عامل حفله فيه، فطبعا انا ايه عايزه اطلع بدري عشان عندي 5 6 افراح، وهي عايزه تطلع قبليه، فلبست البدله ووقفت هنا كده وحطت المسخين بتوعها وراها ماسكين الالات. وانا وقفت الجهه الثانيه كده لابسه البدله واهزه، والمسخين بتاعي واقفين، انت عارف بقى اهلي وزمالك. كده. والمذيع بتاع الصوت العرب يا عيني مش عارف يقول مين بقى ايه، عمال يتكلم في بتاع اللي في ايده ده، يكلم بتاع الاذاعه اللي هم تحت اللي قاعدين بقى حاطين اجهزه الاذاعه والكلام ده كله. وبتاع يا ناس الحقونا، ده في مشكله في على المسرح، ايه سوري زكي لابسه البدله والفرقه واقفه، ونجوى لابسه البدله والفرقه واقفه، اطلع مين فيهم؟ اعمل ايه؟ فالمهم نجوى قالت انا عندي تصوير افلام ومعرفش ايه وبتاع. قلت طب انا طبعا كنت وقتها طبعا عندي كميه شغل كتير قوي، لان كنت طالعه جديد وكل الناس عايزه تشوفني يعني. فقلت ايه يا بنت بقى، خليكي جدعه، سيبيها تطلع. وسيبها تطلع بقى. اديها حته جدعانه. ما خفتيش يعني؟ لا ما خفتش بقى، لان ايه كان عندي شغل كتير، فقلت انا بقى هستنى اروح اعمل شغل. وهي بقى طبعا هيعملوا فصل ما بيني وبينها، نمره تطلع وبعدين انا اطلع. قلت الله، طب ما انا الخسران. يلا اطلع انت، واخدت فرقته ومشيت. بس كان موقف يعني، لو تشوف المذيع يا عيني انما بعد كده بقيتوا اصحاب بعد فتره كبيره قوي. لان طبعا الله يرحمه عبد الحليم حافظ كان طبعا الفرقه الموسيقيه بتاعته كانت الاستاذ احمد فؤاد حسن الله يرحمه، الفرقه المسيه. فطبعا هو كان شبه في خطوبه، مشروع خطوبه ما بينه وبين نجوى. فكان طبعا عبد الحليم عايز يجامل الاستاذ احمد فؤاد حسن. فطبعا لما يجي له حفله هو الستار بتاعها طبعا يعني، كان زمان تلاقي نجات ورقص وكان يختار ولبلبه مثلا كانت بتقول منلوجات وتقلد عبد المطلب وكده، واحمد غانم الله يرحمه الحاجات. فكان ايه نجات، عبد الحليم، فايزه، ورده، صباح، شاديه، يعني كده لازم تبقى المجموعه معاها بقى لازم يبقى في الفقرات تبقى معاها راقصه نولوجيست كده يعني، عشان لازم تعمل. فكان عبد الحليم بقى كان ايه يشني من يوم شاطب على الاسم بتاعي، يكون تلفزيون عامل حفله ونقلها على الهواء وجايب عبد الحليم. فحاطط صور زكي، يقوم هو شاطب وحاطط نجوى فؤاد. انا بلغني الموضوع ده، ف وقتها كان في حاجه اسمها ليل القاهره منوعات هي، فمدير المنوعات قال لي يا سوري يعني عبد الحليم انت بينك وبينه ايه؟ قلت والله يا فندم ما فيش حاجه، بالعكس انا يعني انا في حالي، حضرتك بتشوفني بخش البس على المسرح ومن المسرح على اللبس على العربيه بتاعتي الحق النمر اللي بعديها وكده يعني. فانا بدات بقى يعني الفرقه بتاعتي بقى، انت عارف بقى بتوع بقى شرف محمد علي بقى ولهم يعني ايه كده يدعبسوا يعني، فدعبسوا كده وقالوا لي بقى احنا عرفنا دلوقتي حضرتك بتتشالي ليه بقى؟ يبقى في عبد الحليم. قلت لهم ليه؟ قالوا عشان في كذا، واحمد فؤاد حسن مجامله الماسيه فبيجامل احمد فؤاد حسن ويقول له لا حط النجوى عشان الحفله مذاعه على الهواء، اذاعه وتلفزيون.
كان زمان دايما الاذاعه والتلفزيون يعني. فبس قلت له، قابلت عبد الحليم بقى، قلت له دلوقتي انا عرفت بقى، انا كنت فاكره ان حضرتك بتكرهني، انما انا عارفه انت دلوقتي بتحبني، بس انت بتعمل كده مجامله يعني. عملت حفلات لصالح الخير بره في باريس؟ اي كلميني عنها بقى. عملت في السفارة عندنا، في السفارة في باريس، عملت حفلة لصالح جمعية الوفاء والأمل اللي هم المعوقين والمرضى وكده، كلفوني بيها وسافرت. انت رايحة كنت تعملي حفلة للوفاء والأمل؟ اه يعني الإيراد بتاعها يبقى داخله لصالح الوفاء والأمل. الناس حفلة للخير وراحة للخير. اه طيب لازم الناس يقدروكي برضه طبعا. شوف الشياكة لقيت بقى، عربية وورد والسفارة والأعلام السفارة المصرية والله شيء، والله استاذ ممدوح يعني دي حاجات من الحاجات اللي في حياتي مش هنساها ابدا. دي بتحسسك برضو ان انت برضو اشتغلتي يعني ما كنتيش لا وبعدين يعني عملت للشاعران مثلا في قصر عابدين، دخلت قصر عابدين ده، فطبعا ما وانا راكبه العربيه كده والله فكرتني حضرتك، بقول له بقى ايه، فاحتم بورقه الجريد ان زاره لاول مره لرئيس الولايات المتحده الامريكيه الى مصر ما اعرفش ايه، وانا في الشغل بالليل وماشيه بالعربيه، فبقول له ايه، بقول له معقول يا بابا انا ارقص قدام الرئيس نيكسون في قصر القبه مثلا او في اي مكان؟ انا نفسي والله، يا ريت يا بابا. قال لي والله لو في اكيد هم يعني انت دايما في الحفلات دي بيجيبوك يعني يعني الحمد لله. تاني يوم لقيت بقى رئيس الجمهوريه بتكلمني، احنا عايزين حضرتك ومعرفش انا وفرقه رضا بقى ومجموعه من الاستعراضات. وكان أيامها القمر الصناعي لسه طالع جديد، اللي هو بقى بإيه بيبث للعالم كله في وقت وقت وكده. لقيت كمية صحافة وأعلام غير طبيعية من كل بلاد العالم، وهنا عندنا بتوعنا المصريين حدث كان، ضربتها في دماغي بقى وقلت إيه القمر بقى وبتاعه، وكنت قلت في إيه لما نط وانزل قدام الرؤساء بقى وكده، نيكسون والسادات وكسنجر ورئيس الخارجيه كان اياميها وكل بقى الوزراء ورئيس الوزراء وكل المسؤولين البلد يعني. كان في قصر القبه في الحديقه بتاعتها، كان مبني مسرح يعني. فانا نطيت من هنا لقيت الحرس الامريكاني بالطبنجات دي اللي بيبقوا عاملين كده دول، عارفهم؟